بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الأول الابتدائي مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، الفصل الدراسي الأول، ومع درس ترتيب الأعداد حتى 10. ففي هذا الدرس يا شباب سوف نقوم بترتيب الأعداد من 0 إلى 10 باستعمال الرسوم التوضيحية. والآن يا شباب مع الدرس. فهنا يا شباب كما نرى في الصورة الموجودة في صدر الدرس، نجد أن الأعداد مرتبة من 0 إلى 10، وتم القيام بتمثيلها بعدد من الفراشات. يعني على سبيل المثال، فهنا الرقم 5 تم تمثيله بخمسة أو بخمس فراشات، وهكذا جميع الأعداد يا شباب. الرقم 0 كما نرى لا يعبر عنه أي فراشات، لأن 0 يعني لا شيء يعني. وهكذا جميع الأعداد يا شباب. الرقم 2 نجد أن أمامه 2 من الفراشات، والرقم 8 هكذا إلى الرقم 10. فالآن يا شباب نتجه إلى النشاط الأول. هنا يا شباب يطلب منا أن نكتب العدد الخاص بالفراشات. فهنا يا شباب في النشاط الأول، في المربع الأول أتى لنا بالرقم 0، وكما نرى يا شباب أن الرقم 0 هذا لا يعني أي شيء، فكما نرى لا يوجد فوقه أي فراشات، فهذا معنى الرقم 0. نمرر القلم الخاص بنا على النقاط حتى نكتب الرقم 0، ثم ننتقل إلى الرقم الثاني أو المربع الثاني. وهنا لدينا يا شباب فراشة واحدة فقط، فسنقوم بكتابة الرقم 1. نمرر القلم يا شباب فنكتب الرقم 1 هكذا. في المربع الثاني أتى لنا بفراشتين، فسنقوم بتمرير القلم الخاص بنا على الرقم 2 هكذا. وهكذا في المربع الثالث 3 فراشات، فسنقوم بكتابة الرقم 3. وفي المربع الأخير 4 فراشات، فسنقوم بكتابة الرقم 4 هكذا يا شباب. ثم نكمل أيضا. أتى لنا في المثال الثاني بصور لنحل، فسنقوم أيضا بكتابة الأرقام. في العناصر المجموعة الأولى تتكون من 6 نحلات، فسنقوم بكتابة الرقم 6. نمرر القلم الخاص بنا يا شباب هكذا بطريقة صحيحة. وبعده الرقم 7، 7 نحلات، فسنقوم بكتابة الرقم 7. والرقم 8، الرقم 9. هنا يا شباب لم يأتي لنا بنقاط، فسنقوم نحن بكتابة الرقم 9، لأن من المنطقي أن بعد 8 9. وإذا عددنا النحلات الموجودة في الأعلى سنجد أن عددها 9، ثم العدد 10 هكذا يا شباب، 1 وبجواره 0. ثم ننتقل يا شباب إلى الصفحة المجاورة لنكمل حل مع السؤال الثالث. هنا يطلب منا يا شباب أن نعد هذه البذور الخاصة بفاكهة البطيخ، ثم نقوم بالعدد الخاص بها. فأول شيء يا شباب لدينا كم بذرة يا شباب؟ نعدهم معا، 1 2 3 4 5 6. إذا لدينا 6 بذور للبطيخ، فسنقوم بكتابة الرقم 6. سنمرر القلم الخاص بنا هكذا يا شباب. نعد المجموعة الثانية. ما الرقم يا شباب الذي يأتي بعد الرقم 6؟ أحسنتم، الرقم 7. فإذا عددنا هذه البذور سنجد أن عددها 7 بذور، فسنكتب الرقم 7. بعد الرقم 7 يأتي الرقم 8، فسنقوم بكتابة الرقم 8 يا شباب بطريقة صحيحة. نكتبه مرة أخرى. هكذا يا شباب لابد وأن نكتب بطريقة صحيحة دائما.
ثم بعد ذلك يأتي لنا الرقم 9 وتسعة بذور بطيخ، 6 7 8 9، نكتب الرقم 9 كما تعلمناه في السابق، هكذا يا شباب. ثم في المثال الرابع يأتي لنا بهذه الحشرات، وكل حشرة كما نرى يا شباب لديها نقاط سوداء على ظهرها، فسنعد النقاط هذه وسنكتب الرقم الخاص. ففي الأولى نجد أن على ظهرها كما هو مكتوب بالنقاط أسفلها شباب 3 نقاط، فسنقوم بكتابة الرقم 3 بطريقة صحيحة. ما أي الأرقام يا شباب يأتي بعد رقم 3؟ بعد 3 كم؟ 4، ونجد أن على ظهر هذه الحشرة 4 نقاط سوداء، فنقوم بكتابة الرقم 4. ثم بعد 4 كم يا شباب؟ 5 3 4 5، ثم 6 يا شباب، أحسنتم يا أبطال، سنقوم بكتابة الرقم 6، 3 4 5 6. ثم ننتقل إلى النشاطين الآخرين. هنا أيضا يا شباب يطلب منا أن نعد هذه الأشياء أو هذه القطع الخضراء الموجودة على ظهر السلحفاة ونكتب عددها في المكان الخاص. فهنا يا شباب أتى لنا في أول سلحفاة بكم قطعة يا شباب خضراء على ظهرها؟ 5 قطع، فسنقوم بتمرير القلم على النقاط لنكتب الرقم 5. ثم ننتقل إلى السلحفاة التالية، وكما نرى يا شباب في السلحفاة التالية هنا لا يوجد أي نقاط، فيطلب منا هنا يا شباب أن نرسم لها على ظهرها القطع ثم نكتب العدد الخاص بها في المربع الموجود في الأسفل. فهنا يا شباب طيب كيف نعرف الرقم الموجود في المربع أو كم سنرسم لها من قطعة؟ شوف يا شباب، يعني نعد عد منطقي بعد 5، أي الأرقام يأتي بعد 5؟ نعد معنا يا شباب، 1 2 3 4 5 6. إذن العدد الذي يأتي بعد العدد 5 أو الرقم 5 يكون هو 6، فسنقوم الآن برسم 6 قطع خضراء على ظهرها، 1 2 3 4 5 6. الآن يا شباب قمنا برسم 6 قطع خضراء، وسنقوم الآن بكتابة العدد 6 أسفل هذه السلحفاة، هكذا يا شباب. ثم ننتقل إلى العدد التالي، ولدينا هنا بعد 6 كم يا شباب؟ 7، فسنقوم بكتابة العدد 7. وبعد 7 ترتيب المنطقي يا شباب 8، فسنقوم برسم أو بكتابة الرقم 8، 5 6 7 8. ننتقل إلى النشاط السادس، ويطلب منا يا شباب أن نقوم بعد البتلات الموجودة في كل وردة ثم نكتب عددها في المربع الموجود أسفل كل وردة. أولا يا شباب لدينا في الوردة الأولى هنا كما نرى لدينا بتلتين، فنكتب أو نمر القلم على النقاط لنكتب الرقم 2 هكذا. ثم بعد 2 كم يا شباب؟ 3، فسنقوم بتمرير القلم على نقاط الرقم 3 حتى نكتبه بطريقة صحيحة. ثم بعد ذلك نجد أن الوردة التالية التي تقع بعد الرقم 3 ليس عليها أي بتلات، فكم سنكتب يا شباب وكم سنرسم لها من بتلة؟ أحسنتم، سنرسم لها 4 بتلات، حتى لأنه الترتيب المنطقي للأرقام بعد 2 3، بعد 3 4، فسنقوم برسم لها 4 بتلات هكذا، 1 2 3 4 هكذا يا شباب. وسنقوم بكتابة الرقم 4 في المربع الموجود أسفل هذه الوردة. ثم ننتقل إلى الوردة الأخيرة، وكما نرى أن أسفل منها الرقم 5 وهو الترتيب المنطقي للأرقام، فبعد 2 3، بعد 3 4، بعد 4 5، فسنقوم